بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هناخد مراجعة ليلة الامتحان وهي الجزء الثاني إن شاء الله. لو كان بيقول لنا عندي هنا إذا كانت س بتساوي المجموعة 2 وص بتساوي المجموعة 3 فإن س في ص هتساوي قد إيه؟ أقول له والله طالما دي حاصل ضرب مجموعة في مجموعة يبقى ساعتها أقول له الناتج هيكون لك مجموعة برضه، بس مجموعة جواها زوج مرتب اللي هو مين؟ 2 و3، اللي هو مين؟ 2 و3. طب هنا لما أقول أنا عندي ن س بتساوي 3 وصاد بتساوي 1 و2 فإن نون س في صاد، نون دي يعني عدد العناصر، فنون س يعني عدد عناصر س ب3. طب نون صاد، قال له والله شوف صاد فيها كم عنصر، 1 2 فيها عنصرين 2، يبقى ساعتها اقول له نون س في صاد، نون س في صاد بتساوي ايه؟ 3 في 2 اللي هي بكام؟ اللي هي ب6. هنا بيقول لي انا عندي نون س تربيع بتساوي 4 ونون س في صاد بتساوي 6، بيقول لي فإن نون صاد تربيع. اول حاجه هنا هو عاوز المفروض ان انا اجيب نون صاد وبعد كده اعمل ايه؟ اربحها. طب انا عندي نون س تربيع، يعني كان في كام يدينا 4؟ قال لي والله يبقى نون س بس بتساوي 2. طب انا عندي دلوقتي نون س بتساوي 2 في نون ص، الناتج ده كله بيساوي كام؟ 6. ما هو اقول نون س في ص، يعني والله نون س في نون ص. طب انا عندي نون س بكام؟ ب6، يبقى نون ص بس هتساوي كام؟ يبقى نون ص هتساوي 6 على 2 فيها 3. دلوقتي انا عندي نون ص طلعت ب3، يبقى نون ص تربيع اللي ورب الله مربعها اللي هو ب9، 3 في 3 بكام؟ ب9. هنا بيقول انا عندي س في فاي، س في فاي يساوي مين؟ قال والله بيساوي فاي، المجموعه فاي. انما نون س في فاي يعني عدد عناصر س في عدد عناصر مين؟ في عدد عناصر فاي. فاي ما فيهاش ولا عنصر يعني صفر، يعني نون س في فاي تدينا مين؟ هتدينا صفر. نروح للمثال اللي بعده. هنا بيقول لي ايه بعد كده؟ عندنا فكره الاربعه. انا كنت عارف طبعا ان انا عندي 4 4، الربع الاولاني موجب وموجب، الربع الثالث سالب وموجب، الربع الثاني السالب وموجب، والربع الرابع موجب وسالب. فانا عندي الاولاني عكس الثالث والثاني عكس الرابع. لو جه قال لي والله النقطه سالب 1 و3، بشوف والله السينات سالب وموجب والصادات موجب، يبقى سالب وموجب تقع في الربع الكام؟ هيبقى والله في الربع الثاني. اي نقطه موجب وموجب هتقع في الربع الاول، سالب وسالب تقع في الربع الثالث، موجب وسالب تقع في الربع الرابع. طب لو انا جه قال لي والله 0 و4، 0 يعني معناها الس بكام؟ الس بصفر، يبقى تقع على محور الصادات. طب لو قال لي 5 و0 يعني النقطه هنا س مثلا، ايا كان القيمه بتاعتها و0، يبقى تقع على محور مين؟ طالما الصاد بصفر يعني انا لا طلعت ولا نزلت، يبقى اكيد هتقع على محور مين؟ على محور السينات، هتقع على محور مين؟ على محور السينات. مثلا عندي النقطه 5 و0 امثلها كده، يبقى 5 في السينات اهي، وما طلعتش عند الصادات، لا طلعت ولا نزلت، بتفضل فعلا على محور الصادات. هنا بقول النقطة 0 و4 لو عاوز امثلها الا 0 في السينات واطلع فوق عند الصادات في 4، يبقى انا لا رحت لا يمين ولا شمال، يبقى تقع فعلا على محور مين؟ الصادات. نروح للمثال اللي بعده. بعد كده عندنا دوال كثيرات الحدود. دوال كثيرات الحدود طبعا احنا عارفين ان مجالها بيكون ح ومجالها المقابل بيكون ح. بص يا سيدي، انا عندي دالة كثيرة الحدود يعني ما ينفعش فيها اس يكون بالنص ولا بالجذر، تمام كده؟ تمام، يعني ما ينفعش اس نص، اس تلت، ما ينفعش يكون فيها مثلا اس 3 على 4 وهكذا، وما ينفعش تكون جذر، يعني ما ينفعش اقول له 3 جذر س. دي مش داله كثيره حدود، دي مش داله ايه؟ كثيره حدود. طب درجتها بعرفها منين؟ قال لي والله بعرفها من اكبر اس موجود فيها عندي. اكبر اس هنا بكام؟ 1، يبقى اقول والله من الدرجه الاولى. بعد كده بقول لي دال 2، دال 2 يعني بعمل ايه؟ قال لي والله يعني بشيل السين واحط 2، بعوض بقى هنا. فانا عندي لو شلت السين وحطيت 2 هيبقى 3 في 2 زائد 1. 3 في 2 بكام؟ قال لي ب6 زائد 1، يبقى الناتج بيساوي 7. بعد كده بقول لي انا عندي هنا داله السين بتساوي 7، درجتها بكام؟ انا عندي هنا في سينات موجوده جنبها، قال لي لا، يبقى دي على طول من الدرجه الصفريه، ودي اسمها الداله الثابته، والداله الثابته من الدرجه الكام؟ الصفريه، لان ما فيهاش اصلا سين. حتى لو موجود فيها سين فبيكون سين اس صفر، واي حاجه اس صفر بواحد. طب لو جه قال لي بقى دالة التلاتة، هل أنا هنا الدالة ديت بيكون فيها سينات عشان أعوض فيها؟ لا، قال لي الدالة الثابتة من اسمها بتفضل دالة ثابتة، يعني دالة التلاتة هتطلع لي برضه بسبعة. طب لو شلناها وحطينا سالب تلاتة برضه هتطلع بسبعة، لو حطيت جذر خمسة برضه هتطلع بسبعة، لأن مفيش أصلا حاجة هنا أعوض فيها، فالدالة الثابتة قيمتها بتفضل ثابتة زي ما هي، ما بتتغيرش. طب تمثيلها الدالة الثابتة، ركز معايا. لو جه قال لي دال س بتساوي 7، فدي معناها ان هي بيقول كانه بيقول لي الصاد بتساوي 7، وطالما الصاد بتساوي 7 يبقى دي معناها تمثل بمستقيم يوازي محور السينات، تمثل بمستقيم يوازي محور مين؟ السينات.
طب لو جه قال لي س بيساوي 4 مثلا زي دي، او س بيساوي 7، طالما س بتساوي يبقى دي تمثل بمستقيم يوازي محور الصادات. يوازي مين؟ محور الصادات، ايا كان بقى الرقم 2 3 سالب 5 وهكذا. نروح للمثال اللي بعده. بعد كده عندنا الداله الخطيه. الداله الخطيه ديت طبعا دي داله تمثل بخط مستقيم، وانا كل اللي بعمله ان انا بجيب قيم اعوض بيها، مثلا 0 1 2 ايا كان، بجيب ثلاث قيم واعوض بيهم في جدول. فمثلا لو عندي داله زي دي س زائد 2 وبقول لي عاوز امثلها، قال لي والله كده كده بشيل له مثلا س واحط 0 هيبقى 0 زائد 2، هشيل الس واحط 0 هنا، يلا هيبقى 0 زائد 2 يدينا كام؟ قال هيدينا 2. طب شيل الس وحط 1 هيبقى 1 زائد 2 ب 3، طب شيل الس وحط 2 هيبقى 2 زائد 2 ب 4 وهكذا. كده كده الداله بتطلع لي بمين؟ بخط مستقيم. بتطلع بايه؟ بخط مستقيم. اما الداله التربيعيه بقى فدي طبعا لازم تطلع بمنحنى، داله تربيعيه لازم يكون فيها منحنى، يا اما المنحنى ده على شكل 7 او على شكل 8. المنحنى لما يكون على شكل 7، من هنا الصغير ومن هنا الكبير، قال الصغير السبعة، يبقى ساعتها للداله قيمه صغرى، للداله قيمه مين؟ صغرى. تمام كده؟ صغرى. اما لما يكون على شكل 8، فال8 ولا السبعة الكبيره؟ قلنا ال8، يبقى ده هيكون له قيمه عظمى، قيمه مين؟ قيمه عظمى. تمام كده؟ تمام. طب الداله التربيعيه دي بمثلها ازاي؟ قال لي على حسب الفتره اللي هو مديها لي، زي الفتره دي. فانا هنا معناها ان انا بشيل قيم السين واعوض بها في الفتره، او ممكن بعملها له على الاله الحاسبه. بعملها له على الاله الحاسبه ازاي؟ بقول له والله بضغط مود وبعد كده تيبل. مود ايه؟ تيبل. وانا دلوقتي هجيب لك الاله الحاسبه واوريك احنا بنعملها ازاي. ادي الاله الحاسبه معانا. لو انت معاك اله حاسبه زي دي اف اكس 82، فانت هتضغط مود وهتلاقي كلمة عندك تيبل. تيبل عندك هنا ظاهرة مين؟ ظاهرة فيه رقم 3. في آلات حاسبة تانية بتكون ظاهرة فيها رقم 7. تمام كده؟ تمام. يبقى ممكن تلاقي كلمة تيبل عند رقم 3 وعند رقم 7. بعد كده بكتب الدالة اللي عندي اللي هي ديت، اتاك مود تيبل اهو، تضغط بعد كده بعد مود اضغط رقم 3. بقول لي اف اكس. اف اكس يعني اكتب الدالة اللي عندي، هي انا مكتوبة س تربيع ناقص 2 ناقص 4. خلاص اكتبها له. بس انا عندي هنا بدل السين تربيع لا هتبقى اكس تربيع. طب بكتب الاكس ازاي؟ قال لي بضغط على زرار الفا وبعد كده بتك على القوس ده اهو، يبقى انا كده كتبت اكس، بس انا عاوزها تربيع يبقى اتك علامه التربيع. بعد كده اقول له ناقص 2 او ناقص 4 واقول له بيساوي. وبيقول لي بقى الستارت بدايه الفتره منين؟ قال لي والله من سالب 3 يبقى دي سالب 3 بتساوي. بعد كده نهايه الفتره قال لي 3 يبقى 3 بيساوي. وبعد كده اتك يساوي كمان. حاجه بص الاقي جايب لي القيم بتاعتي فعلا اللي هي بتاعت الداله اللي هي موجوده عندي في الجدول دي، اللي هي سالب 3 سالب 2 1 و0 وهكذا، كل ديت جابها لي هنا اهي. طب والقيم بقى بتاعت الداله او الناتج اللي هيطلع لي؟ قال والله هيطلع لي هنا بخمسه، لو عوضت عن السين فعلا هتطلع لي هنا بكام؟ اول حاجه هتطلع لي بخمسه، بعد كده هتطلع لي بكام؟ هتطلع لي بصفر، بعد كده بسالب 3، بعد كده سالب 4 وهكذا. يعني قيم الصادات اللي طلعت لي دي هي بتاعت مين؟ هي اللي موجوده هنا في الجدول بتاعت اف اكس. هي مين اللي موجوده هنا في الجدول دي؟ اف اكس. تمام كده؟ كده خلصنا مين؟ الداله التربيعيه بالاله الحاسبه. بعد كده عندنا مين؟ لو انا عايز اعرف الداله ديت هتطلع لي او القيمه بتاعتها هتطلع بكام او المنحنى هيبقى وش لفوق ولا لتحت، بعملها ازاي؟ قال لي اول حاجه والله ببص على معامل س تربيع، ببص على معامل مين؟ س تربيع. لو لقيت عندي معامل س تربيع بالموجب، هنا موجب، يبقى الداله ديت للقيمه لها منحنى وش لفوق والداله دي قيمه صغرى، وللداله دي ايه؟ قيمه صغرى. قال اما بقى لو لقيت والله المنحنى دوت او الداله دهيت ليها معامل س تربيع فيها هنا بالسالب، معامل س تربيع فيها بالسالب، يبقى معنى ديت ومعنى كده ايه؟ ان الداله ديت هتكون مفتوحه لتحت، يعني لها قيمه عظمى، هتكون على شكل 8. يبقى لو بالموجب هتكون على شكل 7، لو بالسالب هتكون على شكل 8. طب انا مثلا نفترض ان هو جاب لي داله زي دي، بقول له والله انا عاوز نقطه راس المنحنى وما ادانيش فتره، اعمل ايه؟ قال لي هنا الموضوع سهل خالص. ازاي؟ بص يا سيدي، اول حاجه انا بعملها، قال لي والله انا عشان اجيب نقطه راس المنحنى في قانون او حاجه بعوض بيها، ايه هي دي؟ ركز معايا بقى كده. قال لي والله بجيب اول حاجه سالب ب على 2 الف. طب ايه هي سالب ب على 2 الف دي؟ قال لي اول حاجه بجيب له راس المنحنى، نقطه راس المنحنى بتكون عباره عن سالب ب على 2 الف وداله السالب ب على 2 الف. طب ايه هو الب وايه هو الالف؟ قال لي والله الالف ده اللي هو معامل السين تربيع، لان انا عندي الداله التربيعيه بتكون عباره عن الف سين تربيع زائد ب سين زائد الجي. فانا عندي والله الب ده اللي هو بيكون معامل مين؟ السين، والالف اللي هو معامل سين تربيع. فانا هنا هقول له والله يبقى سالب ب على 2 الف
يعني سالب اهي، وب على 2 ا، ال ب بكام؟ قال والله بسالب 4، يبقى سالب 4 كمان، سالب وال ب بسالب 4 على 2 ا، يعني 2 في كام؟ 2 هنا معامل ل ا او معامل سين تربيع بواحد، يبقى اقول له 1. لو انا مش عارف قال له والله بقول له كده اهوت يا سيدي، بص انا عندي هنا معامل السين تربيع مين؟ اللي هو الالف، يبقى الالف بيساوي هنا كام؟ 1، يبقى دي 1. الب بكام؟ قال له خدها باشارتها، يبقى الب بتساوي سالب 4. الجيم بكام؟ قال لي الجيم ب3، وانا مش عاوز الجيم دلوقتي، بس يلا ادينا كتبناه. هنا بقى اقول له بقى سالب ب، طب ما الب عندي بسالب 4، يبقى سالب في سالب بموجب على 2 الف، الالف قيمتها بكام؟ قال لي والله الالف قيمتها بواحد اهي، الالف قيمتها بكام؟ بواحد، يبقى 2 في 1 اللي هي بكام؟ ب2. سالب في سالب قال لي بموجب، هتبقى 4 على 2 الفها ال2. يبقى اول نقطه في راس او اول مسقط في راس المنحنى طلع لي ب2. طب انا عاوز اجيب بقى بقيه الداله ديت او المسقط الثاني هيكون بكام؟ قال لي شايف ال2 اللي انا طلعتها ده؟ قال لي عوض بها في الداله. يعني انا هقول له داله ال2، ما هي داله السالب بها على 2 ا، بعد ما جبت المسقط الاولاني قال له والله بشيله، بشيل المسقط الاولاني ده وعوض بيه في الداله، يطلع لي قيمه مين؟ يطلع لي المسقط الثاني او قيمه الصرف. بشيل بقى ال2 ديت او شيل السين وحط 2، هيبقى 2 تربيع ناقص 4 في 2 زائد 3. 2 تربيع اللي هي بكام؟ قال له والله اللي هي ب 4 ناقص ال 4 في 2 قال لي ب 8 زائد 3، هيبقى 4 و3 7، 7 ناقص 8 قال لي بيساوي سالب 1. يبقى مسقط نقطة راس المنحنى طلعت لي بكام؟ 2 وسالب 1. طب دلوقتي لو انا عاوز اعرف للدالة دي قيمة عظمى ولا صغرى، بعرفها منين؟ او هنا عايز اعرف القيمه ذات نفسها، انا عرفت دلوقتي ان هي هتكون ديت للداله قيمه صغرى عشان معامل السين تربيع بالموجب. طب قيمتها بكام؟ قال لي والله بمسقط الاول نقطه راس المنحنى ده بيديني القيمه الصغرى او العظمى اللي كانت موجوده عندي يعني ايا كان. طب لو عاوز اجيب معادله محور التماثل، اقول له معادله محور التماثل سين بتساوي، سين بتساوي ايه؟ قال لي سين بتساوي المسقط الثاني في نقطه راس المنحنى اللي هو السالب 1 عندي. نروح للمثال اللي بعده. لو جينا بعد كده بقى عندنا النسبه، النسبة مثلا هيجيب لي النسبة بين كذا عدد أ وب، أو ممكن يجيبها لي بين ثلاث أعداد. فأنا لو جابها لي بين أ وب وقال لي النسبة بين أ إلى ب بتساوي 3 إلى 4، دي معناها إيه؟ دي معناها إن الأ بتساوي 3 م والب بتساوي 4 م، الأ بتساوي مين؟ 3 م والب بتساوي 4 م. طب لو جابها لي على كده قال لي هي هيها برضه، يبقى الأ بتساوي 3 م والب بتساوي اللي قصادها 4 م. طب هنا قال لي نفس النظام، ممكن أقول له ده كله بيساوي م في الآخر، واقول له يبقى الالف بتساوي اللي تحتها مضروبه في ميم، يبقى الالف بتساوي 3 ميم، والب بتساوي اللي تحتها مضروبه في ميم، يبقى الب بتساوي كام؟ بتساوي 4 ميم، وهكذا. طب لو جاب لي بقى النسبه من ثلاث اعداد هقول له عادي، الف الى ب الى ج ده بتساوي 2 ل 3 ل 5، معنى كده والله يبقى الالف هتساوي 2 ميم، الب هتساوي 3 ميم، الج هتساوي 5 ميم. طب لو حطها على بعضها نفس النظام، هقول له الالف بتساوي 2 ميم والب بتساوي 3 ميم وج بتساوي 5 ميم. مثلا لو جه قبل جاب لي هنا يقول لي ايه، انا عندي س على 3 بتساوي 4 على 2، عاوز قيمه الس. قال والله هنا ممكن اعمل طرفين في وسطين، اقول له يبقى اللي قصاد الس في المقام اللي هو الاثنين، واضرب الاثنين التانيين في بعض 3 في 4، 3 في 4 ب 12 على 2 فيها ال 6، يبقى الس طلعت لي بكام؟ ب 6. هنا لو جه قال لي مثلا 7 ا بتساوي 9 ب، حاجه مضروبه في الالف بتساوي حاجه مضروبه في الب، ويقول لي عاوز ا على ب، هقول له انا رايح من ا لب ما اردش وايدي فاضيه، يبقى ارد مين؟ ب9 على 7، ب9 على مين؟ ب9 على 7. بعد كده لو جه جاب لي برده كميات برده وقال لي ديت الكميات دي متناسبه، لو جاب لك اربع كميات وقال لك متناسبه يبقى ده تناسب عادي. تناسب عادي ازاي؟ يعني الاول على الثاني بيساوي الثالث على الرابع، يعني الالف على ب بتساوي الجيم على الدال، ده كله هيساوي الميم. منها بقى يبقى الالف بتساوي ب ميم والجيم بتساوي دال ميم، تمام كده؟ تمام. طب لو جاب لي ثلاث كميات وقال لي انهم متناسبه، قال لي دول معناهم ان دول في تناسب متسلسل، معناهم ان هما ايه؟ في تناسب متسلسل. يبقى معناها الالف على الب بتساوي الب على الجيم. من هنا قال لي والله ده كله لو سويته بالميم يبقى الب بتساوي جيم ميم والالف بتساوي الجيم ميم تربيع. طب لو جاب لي اربع كميات وقال لي دول في تناسب متسلسل، بص لو جاب لك اربع كميات وقال لك ان هما كميات متناسبه يبقى ده تناسب عادي. لو قال لك اربع كميات وفي تناسب متسلسل يبقى ده تناسب متسلسل. ساعتها اقول له والله يبقى الالف على الب بتساوي الب على الجيم بتساوي الجيم على الدال، يبقى ده كله بيساوي مين؟ قال لي بيساوي الميم. من هنا يبقى الجيم بتساوي دال ميم، والب بتساوي قال له والله دال ميم تربيع، والالف بتساوي دال ميم تكعيب.
تمام كده تمام. طب لو جه حب يقول لي والله انا عندي هنا عاوز اجيب الوسط المتناسب، قال الوسط المتناسب ده ليه قانون بيساوي ايه؟ قال لي بيساوي موجب او سالب الجذر التربيعي للاول في التالي. يعني والله لو انا عندي الف وب وجيم دول كميات متناسبه او في تناسب متسلسل ايا كان، طالما ثلاث كميات وقال لي ان هم كميات متناسبه يبقى في تناسب متسلسل، وعاوز الوسط المتناسب اللي هو ب، يبقى ساعتها ال ب بتساوي موجب او سالب الجذر التربيعي مين؟ للاول في الثالث، يبقى الاول اللي هو الف في ج. تمام كده. بعد كده عندنا بقى في الخاصيه الخامسه في التناسب. الخاصيه الخامسه كانت بتساوي ايه؟ قال لي والله كانت بتساوي مجموع المقدمات على مجموع التوالي يساوي احدى النسب. يعني ايه؟ بص يا سيدي، يعني انا لو عملت اي عمليه في البسط لنسبتين مثلا متساويتين او اكتر، قال لي لازم اعمل زيها في المقام. فمثلا هنا بيقول انا عندي س على 5 بتساوي ص على 3، ده كله بيساوي س زائد ص على كام؟ هو انا هنا عملت ايه؟ قال لي س زائد ص، يعني جمعت البسط على المقام، خلاص يبقى انا هنا هجمع البسط، هجمع جمعت البسط على البسط، يبقى انا هجمع المقام على المقام، يبقى 5 زائد 3 بكام؟ هتبقى ب 8. طب هنا بيقول لي بيساوي نقط على 2، نقط على 2 يعني معنى كده ان انا عملت ايه؟ يعني معنى كده ان انا طرحت، قلت له 5 ناقص 3 يدينا 2، يبقى انا هنا هعمل مين؟ مش انا طرحت تحت؟ اه، يبقى اطرح فوق برضه، بقول له س ناقص ص. يبقى انا عندي هنا س ناقص مين؟ س ناقص ص. بعد كده عندنا التغير الطردي والعكسي. تغير الطرد لو جه قال لي والله ص تتناسب مع س، يبقى معنى كده والله ان الص بتساوي عدد في س. منها بقى القانون الثاني بيقول لي ايه؟ يبقى ص واحد على ص اثنين بتساوي س واحد على س اثنين. طب لو جه قال لي والله انا عندي دول تغير عكسي، ص واحد تتغير عكسيا مع س، يبقى منها الص بتساوي اشيل علامه التغير واحط ثابت على س، هيبقى م على س. منها يبقى الص واحد على ص اثنين بتساوي س اثنين على س واحد، وركز قوي في القوانين وانت بتحل. بعد كده لو جه قال لك لاثبات ان ص تتناسب طرديا مع س، لو جه قال لك في المساله والله اثبت ان ص تتناسب طردي مع س، دي معناها لازم اثبت ان ص بتساوي عدد في س، عدد في س. تمام تمام، يعني لازم اثبت ان ص بتساوي مين؟ عدد في س. اما لو جه جاب لي والله وقال لي اثبت ان ص تتغير عكسيا مع س، دي معناها ايه؟ لازم اثبت ان ص بتساوي عدد على س، عدد على مين؟ على س. تمام كده؟ تمام كده. خلصنا احنا المنهج ان شاء الله بالمراجعات او بالمراجعات النهائيه، وانتظرونا ان شاء الله في مراجعات ثانيه هتكون احلى واحلى، هنحل فيها تدريبات المعاصر كامله ان شاء الله اللي هي بتاعت المراجعات النهائيه اللي موجوده في اخر الملخص. واشوفكم على خير ان شاء الله في الترم اللي جاي. مع السلامه.